اهلا وسهلا ارشد لك صافي ارشد لك تيمش فرصه اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي ديال الدش عبير مباشره من الدار البيضاء وحدهم محكمه السلاف ديال الدار البيضاء. معنا السيده هذه اللي غتفجر واحد العبوله ديال الزوج ديالها اللي كان مع الزوجه ديالو السابقه اللي سرقوا دري من المستشفى الصوفي. صراحه هذا الشيء خطير اللي غتكشف عليه السيده وكاين شهاده الولاده مزوره. خشي قدمي لنا راسك وعاودي لنا الحلقه ديالك. شهادتك متبرك. السلام عليكم. انا راجلي كان عندي مشكل مع مرته الاول باقي ما مجوج بها باقي ما كنعرفو. بس فهمت باقي ما كنعرفو. ملي بقيت ملي صافي تجوج بي انا ولاد مشاكل بيناتهم ناد واحد الفوضى بيناتهم وداك الشيء ناد هي دعاتو على النفقه ملي دعاتو قال المحكمه قال هاد السيده راه الولد راه ماشي ولدي راه ما غير جبناه من السبيطار. هي كتقول المحكمه راه اني والده معاه والده معاه المحكمه كتب المحكمه قلت انا والده معاه من صربو وهي والده معاه هي بالكرشه هي ما كاين والو. ملي جينا كنكاشفوا بالبوليس وبهذا ودار التحقيقات وداك الشيء لقينا الدري الفرمليه شاريه من عندها بالفلوس سارقها فهمتي وقالوا الموت هذيك الدري اللي ولداته قالوا ليها راه مات قالوا ليها راه الدري راه مات ومشاو لابيجي داروا التحريات يعني مو ما بيعاش كذبوا عليها قالوا لها محق دخلت من الشهاده ديال بقات تقليدها انا تقلي انا راجلي قلدني اللي قال عاود وهضر اليوم راه توا هضر راه كان توا خرج راه خرج راه كاين اللي هذا راه خرج في السبيطار وجا قدام السبيطار وهضر كشف على الحقيقه كيقول لك انا المحكمه الججريه ما عطاتنيش الحق الدوسي كيرقد ما كفتش الوكيل حقاش الحقيقيه ديال الوليد قالوا لها مات كذبوا عليه قالوا لها مات وحسن عوان هذيك الام وحسوا خوتي المغاربه بلادي الاول الانسان يقول لك ولدك مات ولده باقي بالحياه وتجي تسول وانا كنت ديما كنغوش الفيديوهات ديما كنت انا في المحاكم كنتسول على راسي وكنجري بغيت دراجي نحد عليه واحد التقليد صعيب مع الله سبحانه وتعالى ولكن ما كاينش اللي عاوني ما اتصلوا بيا الناس المسؤولين ما كاينش اللي صيفط لينا ما كاينش اللي عبرنا ما كاينش وقت شوفي خشي سالت وقت لا ولكن بزاف بزاف انا اللي كنت في عين السبع ججريه ها هو باقي ها هو باقي بلاتي ها هو كنمشي وكنجي ما باقي الاجراءات باقي ما دارت باقي ما جاهز ملي كيوصلوا عندها هي كيرقد الملف وراجلي لا راجلي تصنتوا ليه صنتت لي الكوميسارية الصافا وطنتوا لي ديال هذيك الدار الحمراء وديال المحمدية راه كاين معاهم حتى مفوض قضائي مزورة خطيرة دارتني حنا ساكنين في المحمدية نصبت علي هاي هاي شهادة الولادة هاي ما تقولوا هاد السيدة راه عاجبها راسها راه ما عندها ما يدار كتبغي تبان فهمتي ها شهادة الولادة مزورة هاي ولا كانت هاد السيدة كتقول اللي كتقول البوليس راها والدة أنا نتحمل أنا نمشي للحبس انا مشي للحبس ما ولدهاش عمرها ما ولدت وقالت البوليس راني والده معاه من الصرب كل شيء عارفين جيرانها عارفينها ما كانت ولدت المحكمه العسكريه عارفينها ما كانت ولدت جيرانها المقاطعه كل شيء عارفينها ما كانت ولدت حتى الطبيبه راه قلبتها قالت هاد السيده عمرها ما ولدت انا ما قدرت نذكر سميتها دابا تي السيده مول ام الدري الحقيقيه ما تعرفوهاش ام الدري ما كنعرف معاها يا لا اللي معاها ما عمرك كتحضر لي حقاش هي قالت لي انا ما كنتش معنا قبل من حتى عاد عاود لي الحقيقه قال لي هو في دابا هي في الكومسيون لابيجي اللي عندهم الحي عادل قالت لي انا والده معاه من صلبو باقا كتكذب حقاش هاد السيده عندها في النفوذ بالخفاء عندها نفوذ الخفاء لا لا عندها نفوذ الخفاء كون كان القانون غيزيرها وكاين مافيا كاين عصابه كاين اختها وكاين مرت خوها وكاين الفرمليه وكاين هذاك اللي عطى الولاده مزوره واحد الولاده فهمتي وهي عندها سوابق هي سمعتها انا ملي كنت سوي على اي واحد قال لك هذيك هو حالها هذيك هو حالها السيدة عندها تخصص في الشيء عندها عندها واش حنايا الزوج ديالك مسكين مهانيش مهانيش في خاطره ولا كيقول لي ولا قال هذا الصحفي اللي صور معاه دابا ها هو سولوا الصحفي قال لي انا غنمشي لعين سوا غنحرق راسي انا اللي كنحبسو كنقول لي ما ديرش كنقول لي انا ما ديرش معصيه مع الله سبحانه وتعالى انا غنغوت غنبقى ديما نغوت حتى الحق راجلي يبان
واش راجل يخلي يدير الكارثه؟ لا واش السيد السيد ديك السيد ما خافوش كذبوا على السيده والدوله كداش انا بداك انا اقسمت امي بالله العظيم انا كما فضاريتك تقريبا ما قالش لك الزوج ديالك الثمن اللي لا ما المهم قال لك هو بقى حدا الباب اللي مكلف مكلفه ومخطين هو مشى معاها ماشي مشى معاها مشى معاها بقى الطاكسي اللي دار خاطرها مشى معاها في الطاكسي وطاكسي هذيك اللي دا هذيك السبيطه وهذيك الطاكسي اللي داهم توفى فاهم معاهم وانا كنجري في المحكمه كنسول كنبحث ولكن كتسي خصها تعتقل شي انسان اللي كتشفر الوليدات هادي خصها تربى شي خطير وزير الصحه يدخل خاص الوزير الصحه وخاص الوكيل خاص الحكومه والحموشي خاص كلشي يدخل في هذا الملف خطير ملف خطير ولكن انا واش خايفه على راجلي واش خايفه عليه بزاف على واش خايف على واش خايف على راسي واش انا مهدده ولا فهمت ولا تضربها في وجه عصابه وانا واش كنخرج كنهضر بوجه احمر دابا المشكل يقدروا يكونوا ماشي هاد الوليد ولد راجلك يقدروا يكونوا كل ولاد اخرين معشيك عشيه وباك خدامه ودي المشكل خدامه في السبيطار ملي استدعوا دير نفس دابا ملي استدعوها للبوليس ما بغاش تجي ما بغاش تحضر قال لك واش غنديروا ليها داكشي عندها هي عندها اللي عندها الناس من الفوق انا نقول لك اللي كاين ونعاود نقولها من الفوق وانا هاد الملف والله ما نسكتش عليه واخا يبقى لي عرق واحد التقريب غيحيدو راجلي راه ما غنسكتش عليه غنبقى ديما نغوت على هاد الملف وانا واش خايف على راسي مو الاصليه خاطر تبان لا مو اللي ولدها شوف هذاك التاريخ راه غنعرفوا سميتها في السبيطار فهمتي شو دابا هذيك الناس اللي الناس اللي كانوا ولدوا راه كلشي الا بروسيس ها الا دخلت هي هاد الفرمليه ودخلت وختها ومرت خوها راه كلهم غيقروا وهذاك اللي حطوا في الحل المدني اللي زور لهم هاد الولاده حتى هو على الله باش كذبوا عليه شو لا متفق معاهم ماشي كذبوا عليه مشى راجل ما طلبش لي السبيطار الولاده لا شارك معاهم طلب لي راجلي على كارت ما سولوش ما سولو ما والو تيم قادين هذيك شي خطه متفقه هي ويا مشى حطه في الحاله المدنيه صافي سير بحالاتك صافي توقع مشاكل وقعت محكمه ودخلته الحبس كرست عليه وزورات وكتبت عندنا النفاقه والمحكمه العسكريه ما عارف الحقيقه حاف الولد ماشي ولدها ومهما ذلك دخلاته الحبس باش ما بقاش يغوت باش ما يصيفطوش الحبس العسكري وراجلي معروف واش انسان العنوان ما عرفوش ديما هي في كازا وحنا في كازا اش دار الناس كلها في المحمديه وفين هربت هربات الرباط كتبات على العداله كتقطع عليه 30000 ريال اللي كتقطع عليه نصبت عليه على ولد شفراته ونصبت عليه على الخلصه ما عندهاش والولد عارف شنو نقول لك نصافه واعره خطيره في التزوير مزوره وكذابه وفلك وكتخرج عينيها لبوك تقول والده معاه والده واش يا ولد ويا شافا كتقول والده قالت البول لا بيجي قالت لهم قالت لهم مشاو عندها انتقلوا عندها حتى للدار قالت لهم والده معاه صافي مشى وصل المحكمه ركبت المحكمه ديال عين سبع من الاخر من الاخر وهذا الشيء ما كيوصلش للوكيل حقاش الوالي وكيل العام حقاش الوكيل نزيه وسمعتو زوينه الحق نقولو انا كنضرب بالمثال ما كنقول لك السيد طيب ولكن اللي كاينين تما ما كيوصلوش اللي كاين تما باك صاحبي ولكن انا اكيد بعد هذا الفيديو هذا المسؤولين غادي يوصلوا الحقيقه توصل حقاش كاين تما ديك المحكمه كاين باك صاحبي ما كيطلعش هذاك الشيء المهم ما كيطلعش لي كيبقى تحت وكيصدروا لي انا الوكيل حبسوني عليه ما خلوش ندخل عنده مشيت للمحكمه قال لا ثم الموصل هما تعليمات خسير لا الوكيل لا هادي ما عندكش الحق ما عندكش هادي كون مالك يقول لي هضره انا بغيت نطلع عند الوكيل بالسمعه ديالو بعد الفيديو غادي تاخذ شوف انا الحق ديال راجل واش بغيتي راجل يدير جريمه واش بغيتي راجل يحرق راسه ويدير معصيه مع الله سبحانه وتعالى خرجوا بينوا الحق ديال راجلي الله يرحمكم الوالدين الناس المسؤولين راه كاين في خفاف في هذيك المحكمه اش ما كيوصلش للوكيل الوكيل نزيه الوكيل كسمعته زوينه سمعته طيبه واش حيدوا التقليد انا التقليد انا راجلي باغي يحيدوا باغي يحيدوا ما كاينش اللي يعاونوا شفتي بالناس كل شي واحد اخر تقول لي خلي بالناش داير انا شوف انا كنعرف بيني وبين الله انا واحد التقليد بغيت نفرقع الرمانه واخا انا مهدف في الخطر ما كيهمنيش موت وحده قال لك واحد الانسان موت على ولادك وعلى بلادك الحقيقه تبان
وانا بجهد الله وما كنعسو بالليل بالنهار، ورا راجلي ما كيبقى ياكل ما بقى كيشرب، هو مشكل مشكل والله خويا تمشكل تمشكل، عرفت شي كيدوي مع الصحابه كيقعد يقفقف. امين اخويا امين امين. انا كنوصل الوكيل ديال الجريه يطلع بهاد الملف، وكان الحموشي يدخل ليا والناس المسؤولين يتصلوا بيا، واخا كنغوت الصحافه الصوت ديالي راه ما كيوصلش. لا غيوصل اليوم اكيد. فهمتي ما كيوصلش الصوت ديالي والله خويا ما كيوصل والله حتى غيوصل. فهمتي ما كيوصلش، بحال ملي كتلاقوا مع الناس ما كنعرفهمش، اختي شفناك مع ديك الود ما دراش داروا، قلت لهم باقا تحمى جاي عندي وكتب على الناس تحمى جاي عندنا، حنا حنا معروفين غيكون خير، حنا معروفين ساكنين معروفه انا فاش كندير، ولكن كتحمى سول فينا تحمى سول فينا، ما جاوش سولوا عند راجلي، ما جاوش طلبوا ليه الوراق، ما جاوش حتى شي حاجه. هادشي راه ما كذبش عليك، هادشي انا ضرني خاطري، وربي ما كيبغيش الظلم، الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش الظلم، وكاينين كاينين ناس نزهاء، كاين ناس مادام ماشي بحال بحال ماشي كيف كيف حجر رطوب، ناس مادام راه هوك هوك، كاينين ناس نزهاء الله يرحم ليك من الوالدين دخلوا لي بهذا الملف، كتصور واحد المحامي عاوتاني طلع لي الملف ويقول لي تسبب الحكام، قال لي بعد من هذا الملف، قال لي شوفي السيده عندنا الناس اللي واقفين معنا طلعتو لك صيفطتو لك لابيجي صافي الله يعاون، قالوا يبعد من المسؤوليه. عندو نفوذ. عندو القانون فوق. عندو نفوذ، عندهم نفوذ هاد الناس مجاهدين، ولكن كاين الله سبحانه وتعالى. كاين الله كاين الله، شوف اخويا كاين الله، الله كاين كبير، والحق دا ودا غيبان يبان، وانا هاد الملف رانا ما غنسكتش عليه، واخا يبقى لي عرق يتخبط، ما غنسكتش على هاد الملف، لا رانا انا ضميري بغيت راجلي مرتاح، ما بقى ياكل، ما بقى يشرب، حسوا بيا. راه عايش في جحيم هذا الراجل، مادام يحسوا بيا، راه كيتهدم حياته، ما كاينش اللي تسوق لينا، ما كاينش اللي كيعبرنا، ما انت واحد ما جاي عندك ويقول لك انت غوتتي انت نبحتي، ما كاينش شي مسؤول دق بهادنا ولا قال لك هادشي اللي عندكم، حرام عليكم والله حتى حرام عليكم، كنعانيو والله حتى كنعانيو، راه عشتي عشتي مأزمين، ولادي مأزمين، راجلي مأزم، كتصور صد عليه في البيت بوحدو كيلقاه كيبكي، قال لك ما عطاونيش الحق، الحق ديالي دمرت خرصت عليا ودمرتني ودات لي رزقي وما تشدتش الحبس ودخلته الحبس بابور ومحكمة عسكرية ما وقفتش معاه، الله ما كذب عليك عرفتي عرفتي انا راجلي علمني راه منه با منه كل شيء ولا كتخاف علينا ينتحر ليا ولا ما يحرق راسو، قال لك الحق ما باش حول ولا حول ولا قوة بالله، حشومة عليهم هاد الناس رخدوا لي الشكاية، اش بغاو عندنا؟ حرام عليهم اجي طلاق يقول لك انت غوتي انت فضحتي ولكن ما جاوش عندنا ما سولوش فينا، كيفاش نصب هاد الفلوس كيفاش نمشيو ليها؟ ويا باركة اش بغات الفلوس كيجيو ليها ناصبة وباركة مرتاحة وحين ناكلوا في الدق وهو مريض وكيعاني لداخل ولا عرفتي ولا معصب ما بقاش عندو الخاطر باش جيراني يعاودوا لك باش جينا عارفينو الله اللي طالع بيه الله ياخذ فيها الحق الله ياخذ فيها الحق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسوا بيا بغيت شي شي مسؤول شي دق بابنا انت واحد ما جاي عندنا انت واحد ما حاشا علينا خويا ما كذبش عليك ما انت واحد ما عبرناش واش حنا ماشي مسلمين واش حنا ماشي بنادم انا اكيد الغرب غير بارطاجي والله يفرجوا المسؤولين حرام عليهم والله حتى حرام عليهم اش بغاو عندنا اش بغاو والله حنا كنعاني والله اللي طالع بينا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل شكرا شكرا